ركز معايا حياتي، كنافة مشوية على الفحم. بس ايش نشوف في قلبك؟ كفاية بقاله. وين كفاية بليا؟ في ايه؟ وحياة ابوك كفاية، انا خايف تيجي في حاجة كبيرة ما نعرفش اللي ما كفاية. قلبك شوف الفيديو معايا. حياتي اول حاجة نحتاج كنافة شعر، ولازم تكون كده فريش. نقصها بحجم الصيخ اللي نحتاجه وننعمها. الان نحشي فستق، جبنة نابلسية، صيخ الشوي. اهم حاجة نثبت الراس ونبدأ نلف بالصيخ لغاية ما يمسك معانا. نكببها بالسمنة إلين ما تمسك. الفحم على الهادي ونزل صياخك الجميلة. اول ما تشد معانا نقلب ونظل ندهنها بالسمنة كل ما نحتاج إلين ما تتقمر وتحلو وتطلع كده لذيذة. يا عيني شوف شكلها، تخش عليها كده بالقطر على طول وخلاص. استمتع بألذ كنافة في الحياة كلها، هي دي هي دي، والله تستاهل بوسة. خش وجرب معايا أبو الهش، شوف المطة الجميلة. يا سلام أحلى كلام. الله الله.